معي عبر الهاتف من دبي دكتور شريف فايد، استشاري أمراض الجهاز التنفسي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور شريف. يعني تأثير التمارين الرياضية وفق هذه الدراسة على البدناء من مرضى الربو يعني مفهومة، بس كيف تربط صحيا بمرضى الربو بشكل عام؟ يعني كيف تربط التمارين الرياضية بمشاكل الربو؟ في بعض المعلومات اللي لازم نكون عارفينها. نمرة واحد، الدراسة مش أي دراسة إن احنا نقدر نعتمد عليها. لازم تكون الدراسة تم إجراءها في أماكن موثوق فيها. نمرة اتنين، تكون تم إجراءها على عدد مناسب من المرضى، وإن هي تراجع بعض الأشياء في الدراسة التي تضمن صحتها. صحيح، من هنا يعني دكتور شريف برأيك منطقي هذا الموضوع مرتبط بموضوع الربو؟ والله احنا الدراسات اللي موجودة عندنا ما فيش اي علاقة ما بين اجراء التمارين الرياضية العنيفة وان المريض الربو يتحسن، بل على العكس، ان المريض لما الربو لما يجري التمارين الرياضية العنيفة ممكن تؤدي الى سوء حالة الربو. ولكن ينصح ببعض انواع التمارين المعينة مثل اليوجا، مثل التمرينات اللاهوائية، التمرينات البسيطة، وبيكون له بعض التعليمات، ولكن الإجراءات العنيفة أو التمارين العنيفة ممكن تؤدي إلى سوء الحال. صحيح، ممكن أن تؤثر سلبا. طيب، من ضمن ما قالته زميلتنا عبير عبد الله بالدراسة بأنه يؤثر إيجابا بموضوع البدناء، يعني هذا لم تضف شيئا دراسة، بموضوع الاكتئاب، قللت أعراض الاكتئاب أيضا وقللت أعراض مشاكل التنفس. يعني حتى لو لم نتحدث عن الوصول لمرحلة الربو، بس بمشاكل تنفس دكتور شريف، كيف يمكن ربط الموضوع ببعضه؟ إلى أي درجة مفيدة إذا ما التزمنا بأنواع معينة وبالرياضة كما قلت دكتور شريف، وأن لا تكون عنيفة؟ طبعا زيادة الوزن ممكن يؤثر سلبا على مرضى الربو، نسبة استجابتهم للعلاج بتقل، الجهد والأكسجين واحتياج الأكسجين بيكون أزيد عندهم، فلذلك ممكن يؤثر سلبا، ولذلك ننصح ليهم بالتمارين اللي هي تؤدي في النهاية إلى تقليل الوزن، فيتحسن استجابتهم للعلاج. يحتاجوا جرعات أقل من العلاج، وفي نفس الوقت يحتاجوا مجهود أقل وأكسجين أقل للقيام بأي مجهود. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتور شريف فايد، استشاري أمراض جهاز تنفسي. عذرا على المقاطعة وشكرا.